بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي المحاضرة رقم 12، مساق تحليل اقتراني أو تحليل دالي، طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية، ماجستير رياضيات. إن شاء الله حنحكي اليوم عن اللي هو سكشن قصير وسريع، اللي هو 2-6 لينير أوبريترز. المفروض هذا يكون أنتوا يعني خلينا نقول عارفينه من الجبر الخطي، ولكن حبيت ان احكي على اساس انه نذكركم فيه على الاقل يعني، ونشوف النوتيشنز اللي بدنا نستخدمها على اساس اللي هو للمرات القادمه. ديفينيشن لينير اوبريتر تي، لينير اوبريتر تي اذا ما بينج ساتش ذات، عندي بنقول عن تي انه لينير اوبريتر اذا بحقق ما يلي. اول حاجه الدومين دي اوف تي اذا فيكتور سبيس اند ذا رينج ار اوف تي لايز ان ا فيكتور سبيس اوفر ذا سيم فيلد، الاثنين على نفس الفيلد. For all x y element in d of t and all scalars alpha t x زائد y بيساوي t x زائد t y and t alpha x بيساوي alpha t x. بالضبط اللي هو عندي بكل سهولة t من عند domain of t لعند x أو لعند y، هذا اللي هو عبارة عن اللي هي domain of t نفسه lies بعمل لي اللي هو vector space. فيكتور سبيس والرينج له هذا اللي هو لايز ان ا فيكتور سبيس، يعني واي فيكتور سبيس ودي اوف تي فيكتور سبيس دومين اوف تي. الان التنين شرط انه نكون ايش مالهن اوفر ذا سيم فيلد، لانه عشان نسميه لينير لازم يكون تي اوف الفا اكس زائد واي بيساوي الفا تي اكس زائد تي واي، او زي ما قلنا انه تي اكس زائد تي تي اكس زائد واي بساوي تي اكس زائد تي واي بالاضافة تي الفا اكس بساوي الفا تي اكس، هذول مع بعض او هذا التنين اللي هو سيان بنقول عنه لينير. لاحظ ليش هو بقول اوفر ذا سيم فيلد، بس هاي بدي احكيها، ليش التنين اوفر ذا سيم فيلد؟ يعني هذا لازم يكون اوفر ار مثلا وهذا اوفر ار، لانه الان عشان هذه الان تي اوف الفا اكس زائد واي، لو كان هذا الفيلد هذا مثلا اوفر ار وهذا مثلا اوفر سي، اوفر سي مش هتزبط الامور. ليش؟ لانه لو كانت هذه اللي هي اليمنت ان سي وبدي احسب لهذا بحسبه عادي، لكن لما بدي اجي اقول بساوي الفا تي اكس، ما هي الفا وين؟ في الكومبلكس، وهذه اوفر ار مش ضابطه هنا مع هذه، فلازم يكون التنين ايش مالهن اوفر ذا سيم فيلد. طيب الان النل سبيس او الكيرنل كنا نقول عنه احيانا الان اوف تي ايش بيساوي؟ هي عباره عن كل الاكس اللي من الدومين اوف تي اللي صورها ايش بتساوي؟ الصفر. هذه اللي بنسميها ايش مالها؟ النل سبيس. نيجي لبعض النظريات، النظريه الاولى هذه طبعا نظريه من الجبر الخطي وبرهانها لكم لانه شغلات بسيطه ومش خلينا نقول متطلب سابق للماده اكثر من انها هي الماده. للتي بي لينير اوبريتر ذن الان لو تي لينير اوبريتر معناته رينج اوف تي نفسه ايش حيطلع؟ فيكتور سبيس. واذا كان الدايمنشن للتي بيساوي ان حيكون الدايمنشن للرينج اوف تي اللي هو الرينج اصغر او يساوي مين؟ اصغر او يساوي ان. الان النل سبيس نفسه حيطلع ايش برضه؟ فيكتور سبيس. وبراهين سهلات يعني براهين جبر خط عاديات ما فيش فيه مشكلة، عشان هيك لفتو ذا ريدر. الثيورم الثانية let x and y be vector spaces both real or ايش مالهن؟ both complex، التنين يا الريال يا ايش يا complex. let t يعني التنين over the same field let t من domain of t لعند y be a linear operator with domain of t subset من مين؟ من الx اللي هو عبارة عن vector space and range of t subset من مين؟ من y. then t من inverse من r of t لعند d of t exist if and only if t x بتساوي 0 implies mean x بتساوي 0، يعني بمعنى اخر 1 to 1 t x بتساوي 0 تؤدي الى x بتساوي 0، يعني معناته ايش مالها؟ t is 1 to 1. الان if t inverse يعني بتكون ال inverse موجوده من مين؟ من الرينج. ما دام من الرينج اذا اخذ في اعتبار الانتو، يعني كانه من لعند ال r of t انتو وال 1 to 1 هي، اذا الامور ماشيه. If t inverse exists then it is a linear operator، يعني ما دامت ال t operator linear operator حتتكون ال t inverse ما زالت معرفة برضو linear operator. واضح؟ طيب
الان اذا كانت الدايمنشن للتي بيساوي ان والتي انفرس اكزيست، اذا الدايمنشن للدومين اوف تي ايش حيساوي؟ الدايمنشن لمين؟ للار اوف تي. ماشي الحال؟ اذا كانت الدايمنشن للدومين اوف تي بيساوي ان والتي انفرس اكزيست، صارت بين الدومين والتي اصلا، والرينج اوف تي 1 تو 1 اون تو اصلا، حيكون الدايمنشن للدومين اوف تي هو نفسه الدايمنشن لمين؟ للرينج اوف تي. برضه الليفت تو ذا ريدر اللي هو جبر خطي بحت. نيجي الان لنظريه اللمة الاخيره. ليت اكس واي اند زد بي فيكتور سبيسز اند ليت تي من اكس لعند واي اند اس من عند واي لعند مين؟ لعند زد. بده يعمل كومبوزيشن اوف فانكشنز. اذا كان تي اللي هو بايجكتيف ولينير اوبريتورز، يعني الاثنين 1 تو 1 اون تو وايش ولينير، عشان يقدر يعرف يعرف ايش الانفرس، بده يجيب الانفرس. ذن اس تي انفرس اكزيست، والاس تي انفرس بيساوي ايش؟ تي انفرس كومبوزيت اس انفرس. طبعا اس في تي هنا كومبوزيشن، يعني اس كومبوزيت تي، الكل انفرس عباره عن تي انفرس كومبوزيشن لمين؟ للاس انفرس. وهذا برضه ليفت تو ذا ريدر. وهيك بتكون خلصت المحاضره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.